بالنسبه للبنات الجفافه اللي قلت لكم هي هذه كما كتشوفوا، اعطاني معها فيها جوج جفافات، فهذه كما كتشوفوا والحديده اللي ديالها رائعه كما كتشوفوا، طويله هي يا وكديمونطا من هنايا يعني كتصغار كما كتشوفوا، ها هي ولات صغيره دابا كي كتشوفوا، وغادي نكبرها دابا كتكبر من هنايا. الصراحه زوينه زوينه بزاف كي كتشوفوا، فيها جوج لقيتها شريتها ب 90 درهم كما كتشوفوا، وغليظه هذه على اللي كانت عندي، كديه من هنايا ملي كتحيديها، شفتوها البنات كديري لها بحال هكا وفاصل باش كتحيد. فيها هادي وانا ما عرفت فين خبيت لا دوزيام جفاف ديالها، زوينه زوينه فجوج كما جوج موب زوينه. وبالنسبه للناس اللي كيضرهم ظهرهم او بالنسبه مثلا ماشي على ظهرهم، بالنسبه لي انا باقا عندي الفتحه فما كنقدرش نبقى يعني نجفف بالجفاف التقليدي العادي، فضروري كندير الماء وكنصيق من بعد كنشف بهادي وكندوز بها، وزوينه كتقدروا تعزفوا بها. الاولى كنت كنعزف بها كنمسح بها الحيوطه، كنمسح بها شي حاجه طويله عليا، كنمسح بها جهات البيوت هكا في السقف ديالهم، وكنجفف بها رائعه، والجفاف كنغسلو يعني مزيان وكنشرو، صراحه زوينه واقتصاديه. غنجيب لكم الجفاف ديالها الثاني ونوريه لكم باش تشوفوا، الصراحه زوينه زوينه البنات كنصحكم بها، وما غالياش كما قلت لكم وكدي مده طويله، خصوصا اللي يدو بوحده كدي اللي ما كيتكرفاش يعني غادي يهرسها وش حاجه. كما قلت لكم راه حديد، هادي الاولى كانت عندي بلاستيك، ولكن هنا عندي هاد ديالها كان عندي ديال هذاك الحديد، ولكن داك الحديد اللي رقيق ومبقات عندي، نوري لكم لحتها غنجيب لكم باش نوريكم ديالها. بالنسبه للجفاف الثانيه بالنسبه لي انا ربحت يعني جوج جفافات كما كتشوفوا، الا سال لكم مثلا هذا ولا قدام فكديري حتى هذا، شوه البنات كينشف وزوين يعني، راه كنقول لكم كنصحكم بها، وراه ما كايناش بزاف كتلقاو عند بعض المتاجر اللي كيبيعوا هادشي ديال مواد التنظيف. انا فكناخذ من عند سخليته من عند السيد اللي كناخذ من عنده ورق المطبخ وسانيكروا وجافيل وداكشي، فلقيته عنده. كاينه هادي وكاينه اللي دارت ضجه اللي فيها اللي كتركب فيها هنا عندها واحد لو بخو كديريها باش كديري لو برودوي سا مارش با البنات، لحقاش الجفافه ديالها رقيقه كتبغي هذيك عاد دوزي بها مثلا تكون عندك الدار نقيه ودوزها. بالنسبه الا بغيتو جفاف وبغيتوه زوين واقتصادي وغيدير لكم مده طويله فكنصحكم بهذا البنات، صراحه سي فريمون فريمون كي اقتصادي ومن طون كيهنيك وكيجفف مزيان، ماشي زعما كنقولوا سليكه بنت عليك، لا كيجفف البنات مزيان بهذه الكلمه، راه ما نعطيكمش انا شي حاجه الا وانا مستافده منها، وظهرك سبحان الله كيبقى يعني مقاد، خصوصا هذه قلت لكم فيها فيها الحديده طول من اللي كانت عندي، فكنبقى واقفه على طولشي ماشي كنبقى محجوره، وكتهنيني وكتدخل ليا حتى ما بين القناص ديال مثلا البيبان وداك الشيء، فكتهنيني صراحه البنات. وكذلك هذا هو الورق المطبخ اللي تناخذ من عنده، وكناخذ هذا اللي كيكون غليظ ومن طون ديال الحامض، صراحه زوين بزاف كناخذو ب 18 درهم البنات، كاين اللي كتاخذو ب 20 درهم، كاين اللي كتاخذ انا كناخذو ب 18 درهم، عنده نيت زوين. خديت من عنده هذا وخديت من عنده لي سيرفييت، ما عرفت فين حطيتهم والله البنات ما عرفت فين حطيتهم، غلاط زوينين غلاط غلاط هكا، الا جا عندك شي حد بلا ما تعطيه سيرفييت ديال التوب كنعطيهم ليهم فكي غلاط كيمسحو بهم وكبار، وتا هما ما عقلتش الثمن، من الثمن ديالهم ماشي غالي، وخديت من عنده حتى هادو لي لانجيت بحال هكا، كان عندك شي واحد ما بغاش ينوض يغسل يديه فكتعطيهم ليه بحال اوشوبوري، لان لي جابون انا تعلمتها منهم وهما كان كيديروها، كنا كنديروها ليهم هكا في لا كويزين ملي كيجي عندك معاك يكون عندك هو قدامك، الوغ قبل ما كيبدا تحط ليه تعطيه الماكله فكتعطيه هاد لي سيرفييت كيكونوا زوينين باش كيدوق لك هذوك لي زامي جبوش اللي كتقدمينيه، انا غنوريهم لكم. ها هما ديال الزيتون كما كتشوفوا فيهم ريحه ناتور كما كتشوفوا زوينين، فيهم 120 بياسه، هو هادو زوينين البنات بزاف هكا، هادو الاخرين ما عرفت فين حطيتهم ليا يدي حتى نوريهم لكم الا لقيتهم، هادو كاع زوينين كتعرفوا مع السلعه ومع كنجي كنبقى نحط حتى كنرتب كلشي في بلاصه، هذا هو علاش حتى دابا راه كنت كندير كنرتب السلعه وداكشي، قلت علاش لا ما نديرش البنات بارطاجي معاهم كل عام. وهنايا باقا ما خديتش البنات عندي عندي لي بلاستيك
اللي صراحه كما كنقولوا لهم زوينه البلاستيك اللي كندير في اللحم ديالي. مي باقا غادي ناخذ الاخرين اللي خديت من العام اللي فات اللي بارطاجيت معكم، ديال اللي كتسدو وكتكون فيهم بلاصت لو نون ديال الحاجه اللي بغيتي ديريها. فهذوك حتى هما غادي نشريهم، باقا ما شريتهمش، كان غادي نوريهم لكم اللي غنبدا نبارطاجي نقسم اللحم كما كندير كل عام. وكذلك ما نسيتش راسي، خديت كما كنشوفوا طابليه او وزره ديال نهار الذبيحه كما كتشوفوا. انا عندي ديالي ديال لي شيف اللي ديجا وريتها لكم، عندي في لوغوج مع الطابي مع عفوا مع 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 الطابليه ديالي اللي تلبس البروفيسيونيل. ولكن شي نهار ان شاء الله غادي نوريها لكم اللي كنت كنقدم بها مع شوف تي في، مع اللي كنت كنخدم بها في لي زوتيل. غادي نوريها لكم ان شاء الله. كنطلبوا مني شي بنات انني شي نهار نقدم بها شي وصفه، فاكيد انا غنوعدكم غادي نلبسها شي نهار. غادي نلبس تقريبا اللبسه ديالي اللي كنت كنلبس ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم. هذه البنات خديتها ب20 درهم، زوينه بزاف البنات كما كتشوفوا غليظه. كنت كنشري هذوك ديال 13 درهم وكيتشربوا ليا، فهذه زوينه بزاف وعجبتني والكولور ديالها حتى عجبني. وعريضه البنات كدور عليكم كامله كما كتشوفوا، شفتوا عريضه. هذه ان شاء الله شريتها باش نلبسها ان شاء الله مع البيجاما اللي غادي نلبسها ان شاء الله اللي غتكون ديال الذبيحه، ماشي اللي غادي نلبسها قدام الناس. هذه ان شاء الله غادي نلبسها اللي كما كنقولوا نهار الذبيحه ضروري. هي كنشري لها بيجاما، العام اللي فات شريتها ني درتها وكانت طابليه اخرى، فهاد العام ان شاء الله حتى هي شريت واحده اخرى. كيعجبني هكا نشري شي حاجه جديده. بالنسبه الاشياء اللي غادي نشري ان شاء الله غادي نوريها لكم في بعض الصور ان شاء الله. تنتمنى تعجبكم الافكار ديالي وتعجبكم كل ما قدمت لكم وينال ارضاكم. وكما كنقول دائما تبارطاجيو القناه ديالي مع اصحابكم واحبابكم، وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما قلت لكم هذه البلاستيكه اللي كنستعمل اللي كما كتشوفوا بلاستيكه اللي خاصه رائعه كتسمى كريستال، ما تتباعش عند اي واحد، زوينه بزاف. هذه كنصحكم بها الا لقيتوها، هذه اللي اختصاصيه في اللحم ماشي ديك البيضه العاديه اللي كطيبها لنا البقاله. غنوريها لكم هذه البنات، ما تنصحكمش ديروا فيها اللحم لان ماشي هذه ديال اللحم، هذه كتبقى هي ديال الديسير كيعرف من البقال. من اللي ديال اللحم واللي كينصح بها الليجين وهي هذه البنات تسمى كريستال كما كتشوفوا رائعه. هي هذه كتكون بيضه بزاف وكما كتشوفوا اللون ديالها ماشي بحال هذيك، هادو هما ديال اللحم. وكنشري وحدين اخرين هما هادو اللي بارطاجيت معاكم العام اللي فات، اللي هنا كيكون ديالها الاسم ديالها. انا هنا كما كتشوفوا كنت دايرها اللوبيا وسالت لي اللوبيا فغسلتها لانها اللوبيا، ودرت فيها السمن لان كنجيب كونتيتي كبيره، وهاد النص درتو في القرعه والنص البلدي كنجيبو من عند واحد السيده ما تنصيبوش انا الصراحه، ولكن حتى هي كونفيونس يعني جاره ديالنا وصاحبه ماما صراحه عندها زوين السمن رائع رائع البنات. وكذلك بغيت نبارطاجي معكم لي اهم حاجه هو الا بقيتو كتفكروا معايا الحامض البلدي اللي بارطاجيتو معكم وعجب بزاف البنات وجربوه رائع رائع البنات. وهذا كما كتشوفوا كديروا شي حاجه على يديكم فتتعطيكم الغله ديالها كما كتشوفوا. هذا الحامض اللي كان عادي يعني الرومي ماشي البلدي، وهنايا هذا هو الحامض البلدي اللي عقلتو معايا. شوفوا كيفاش ولا معلك، شوفوا 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 غير الملحه والماء ديالو سبحان الله. شوفوا التعليكه اللي هو ان شاء الله هذا العام باقي عندي واحد تقريبا نص قرعه من ديال الحي اللي قلت لكم كان عندي قديم، فان شاء الله هذا هو اللي غنبارطاجي معكم وغادي نصايب به الوصفات ديالي اللي غنصايب ان شاء الله باللحم ديالي ديال العيد الكبير. شوفوا بغيت نهز لكم، شوفوا كيفاش معلك، شوفوا كيفاش معلك ورائع البنات. وانا راه صايبته راه عقدتو غير في لابريود ديالو ملي كان يعني في الشتا، وحنا دابا ان شاء الله في الصيف. وشوفوا كيف داير هنايا، عطيه واحد ايدي في صبعي واحد الرائحه رائعه. شحال كنفرحوا ملي كنصيبوا شي حاجه بيدينا وتتعجبنا، فكنفرحوا وكنقولوا والله غنصيب شي حاجه بيو وغادي ناكلها بيو.
هذا هو بغيت بارطاجيه معكم، وهو كذلك حتى هو غادي نخدم فيه ان شاء الله فوسط. فتا السمن والحامض المصير فضروري كيكون خصو يكون عند في اي دار، خصو يكون عندها الصراحه، ما خصوش هو يكون ثانوي، خصو يكون اساسي ورئيسي في الاشياء ديالنا. ونسيت ما صورتش لكم انني الثومه كناخذها حتى هي بكثره، لان كنحتاجها بزاف الوصفات، وانا الثومه الحي يعني الفريش ضروري حتى هي تكون عندي. كي كتشوفوا معايا كناخذ تقريبا رابعه كبيره ولا نص كيلو، كنديرها مثلا هنايا كانت عندي رابعه كبيره، في رابعه كبيره وحده ديرها في سله صغيره يعني محيدها من اليوس، وهذه خليتها ان شاء الله، هذه خديتها مع العطريه بغيتها كي كتشوفوا، غادي نديرها ان شاء الله، هذه البلديه غادي نديرها ان شاء الله الوصفه ديالي في العيد الاضحى ان شاء الله. هما يا حبيباتي هنايا الكونجيلاتور ديالي راه ديجا منقي كما كتشوفوا، هنا مخليه فيه الحلوى كي كتشوفوا في هذه اللي في لابواط، هذه وهذه بقات شويه صاب، لان معروف كيبقى في الكونجيلاتور الوقت اللي كتبغي تقدميه كتجبديه وكديريه، ملي كيجيو الناس كتحطيه كيكون هولا مزيان. هذه حتى هي راه كتقلتها في الفيديوهات السابقين. هنا كما كتشوفوا دائما انا عندي الكلاص في الثلاجه كما كتقولوا اللي كنصيب. هنايا عندي كما كتشوفوا اللوبيا اللي ديجا ما عرفتش نشريها حتى هي مكونجيه نصيبها، هادو بعض دوك البسطيلات نصيبها، وهذا الفرماج اللي كنجيب موتزاريلا بكميه كبيره كما كتشوفوا، كندير نصو في الثلاجه العاديه ونصو في الكونجيلاتور باش ما يخسرش ليا، كنخلي لا كونتيتي كنخدم بها. كما قلت لكم هذا نسمن، تعرفوا انني كي كان هذا كنصيبها شويه الوالده ديالي وبقى عندي كونتيتي كبيره، فهنا باقي عندي شي حاجه ديال الدجاج وهذا درتهم في الثلاجه الاخرى العاديه. وهنايا كما كتشوفوا ان شاء الله هذا الفريكو كنخليه على طول العام كنخدمه، وكنخدم ديال الثلاجه، ولكن هذا ان شاء الله خويتو باش نخليه ان شاء الله لحولي. شكرا الله بركاته بارطاجي معكم اجواء العيد، الصراحه داكشي ضروري كتبقى اللمسه تقديت، ولكن تفكرت شي لعيبات خصنا ناخذهم دابا. واخا هذاك هذا اتونسيو جيت شط الطوموبيل يا راجل ما لقيتيش ماما ماما لا بغيت هادوك، لا لا ويلا طلع اجي 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 هنا بعد ما كملت داكشي اللي خاصني تقاسمت معكم الاجواء ديال العيد، غادي ندخل دابا ونوريكم واش شريت اللي شريت زدت على الفيديو. واحد الموديل بغيت نوريه لصحاباتي، رجعت عند مول المحلسي اللي خديت من عنده، كاينه هذه البنات، ولكن كما قلت لكم انا الصراحه عجبتني هذه وجبه في البيستاش زوينه، المحل اللي قلت لكم في سوق طريق عدو زوينه البنات بزاف. شوفوا معايا حبيباتي بعد ما وريتكم البلاستيك الكريستال اللي زوينه بزاف، هذيك ما كنشريهاش كنجيبها ليا الزوج ديالي، وهذه هي اللي كنشري ديال لا بوبيل او المزبله حاشاكم عزكم الله، كما كتشوفوا ساك بوبيل، هذه بارفيمي افيك كما كتشوفوا شفتوها كوردون، هادي بالحزام وامام طون فيها واحد الخزامه، هادي 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 ما كنستعمل لا بوفيل العاديه، بالنسبه اللي كناخذ لا بوفيل المتوسطه كي كتشوفوا الحجم ديالها 300 على 140، فهادي كتكون ديال الديشي كناخذها حاشاكم لا كالهيدورا ولا الزبل ديال الامعاء ديال يعني البقايا ديال الاضحيه كنلوحها هنا كنرميها هنايا، فما كنحاولش نجمع كلشي. وانا زدت هذه حتى هي شريتها كما قلت لكم، انا عزيزه عليا في العيد نشري حاجه جديده، واخا انني عندي القطار زوينه بروفيسيونال خدها من ايكيا عود زوين خدها شويه غاليه، هذه خديتها هكا عجبتني قلت نخليها لبغوشات ولا شي حاجه اللي وريت لكم في الجوله اللي درت في السوق، وخديت هاد البلاستيكات من الاسواق الكبرى كما قلت لكم، خديت الصغار وخديت الكبار، هنا 25 في 30 سنتيم كما كتشوفوا، كي كتشوفوا هما هادو
وما هادو هذا حجم كبير اللي خديت وفيهم لونو كيشوفو معايا فيهم لونو هادو كاين هنايا مباشرة كتكتبي السمية ديال أي حاجة درتي وهادو كيما قلتلكم خديتهم كبار يعني خديت حجم كبير وخديت حجم صغير زوينين البنات وأمام طول عمليين وخا كتسالي منهم كتغسليهم وتقدري ديري فيهم شي حاجة أخرى خصوصا إلا كانت ديال الخضرة صافي هادشي هو اللي زاد شريت وبغيت نبارطاجيه معاكم البنات كما التقادية اللي كتبت لكم خاصاني خديت لي زيبينا خديت هاد القفطة اللي ديجا غادي نغسلها وديجا عندي باقي عندي واحد لاكونتيتي في الكونجيلاتور في بلاستيكا خديت القزبر من بعد نص مخلط اللي غادي نقيه ان شاء الله خديت بلاطو ديال البيض اللي ضروري غنحتاجو وخديت هاد الطويجين اللي بغيت نبارطاجيه معاكم راك تعرفوني كيعجبني الطواجن وراني بريده اساس مع البنات شدني الحساسيه وهذا الطاجين هادو عجبوني عندي ديجا دوك اللي قدمت لكم العام اللي فات فيهم بروشيت هاد العام خديت هادو مع هادو وانا ضروري كنبغي شي حاجه تراديسيونال هكا تقليديه نقدم فيها وامام طون ضروري نشري شي حاجه كتعرفوا المراه المغربيه ضروري تشري شي حاجه جديده في الدار ديالها في عيد الكبير وهو شريت حتى هاد الطاجين كما كتشوفوا ديال تيز ديت اللي رائع البنات وثقيل على الطاجين ديال السلاوي ديال السلاوي اصلا تشقاق ليا وحيدته ودابا عجبني هذا ديال تيزديت كنت شحال وانا باغا نشريه ويلا ان شاء الله شريته وخديت الخضره بطيشه طوماط سوغيز بطاطا البصله خديت على انواع راه نوريها لكم كما كتشوفوا حبيباتي خديت هاد البصله البيضه اللي كتكون بيضه بحال هكا بزاف وخديت البصله الحمراء وهاد البصله خديتها متنوعه وخديت كما قلت لكم طوماط سوغيز وطوماط العاديه وخديت الخس خديت الفقوس خديت كورجيت وخديت بروكولي وخديت البوغو بوغ هادشي كامل خديتو على لا سوب غنوريه ليكم كي كتشوفو يلا غنضرب في هادشي يلا باش كنديرو الشوه خديت البورو لي زوينين عطيتو نقي وجديد كما كتشوفو ضروري كيكون عندي على طول كنديرو في كونجيلاتور ولكن هذا ملي كيبدا يقدم ليا وما استعملتوش كتبقى شي وحده كنديرها في كونجيلاتور ملي كنبغي لا سوب كنجبدها مباشره كنلقاها باقا فتيه وهذا البريكولي كما كتشوفو البريكولي اللي غادي ضروري نحتاجو فنقدمو مع لي ستيك ديال اللحم او البروشيت ضروري غتكون شويه الخضره ضروري البنات سي تري امبورطون البنات علاش بغيت نقول لكم الخضره هو الضروري تكون خصوصا الخضره اللي كتكون خضره بحال الجلبانه بحال اللوبيا بحال هاد البروكولي بحال اي حاجه الكورجيت بحال اي حاجه خضراء فمزيانه نرافقوها مع اللحم ما نبقاوش ناكلو اللحم مع البصله ونساو ريوسنا غادي نوريكم وخديت صافي يعني بلا ما نوريكم خديت المعجنات باشكالها وخديت الطون انا الطون كناخد رديجة خويتو في لابواط كناخد كيلو وكنبقى نخدم به هكايا وكما قلت لكم هادشي اللي شريت اللي زدت على لا فيديو تنتمنى تعجبكم لا فيديو وينال ارضاكم وتبارطاجيو القناه مع صحابكم وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بجديد دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قادم بحول الله.